لكل اصحابي الحلوين، النهارده هحكي لكم حدوته بقلوز وماما نجوى، وهتشوفوا بقلوز جاب ايه عشان يروح المدرسه. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في برنامج زمان بيجي في التلفزيون، كانت بتقدمه مذيعه جميله اسمها ماما نجوى، كان كل الاطفال بيحبوه قوي، كل الولاد والبنات بيقعدوا يستنوه عشان ماما نجوى كانت بتجيب معاها بقلوز الشقي. وبقلوز بقى يا ولاد كان شقي قوي، بس كان عايز يتعلم كل حاجة من ماما نجوى، والنهاردة راجع تاني عشان يوريكو هو جاب ايه عشان يروح المدرسة. ازيك يا بقلوز، عامل ايه؟ حمد لله على السلامة. الحمد لله يا ماما نجوى، انا جيت اهو. شوفي حضرتك انا جبت ايه عشان اروح المدرسه. استنى بس يا بقلوز، قول لنا الاول انت كنت فين وبتعمل ايه الفتره اللي فاتت دي كلها؟ يا ماما نجوى من ساعه كورونا وعمل الحظر وانا قاعد في البيت. يا بقلوز، ما احنا كلنا كنا قاعدين في البيت، قول لنا انت كنت قاعد بتعمل ايه؟ كنت باكل يا ماما نجوى. يا سلام، قاعد عمال تاكل بس يا بقلوز؟ أعمل فيك إيه بس يا بقلوز؟ بتاكل وبتنام بس؟ طيب قول لنا أحسن يا بقلوز، إيه اللي أنت جايبه ده كله؟ وإيه اللي أنت جبته عشان تروح المدرسة؟ بص يا ماما نجوى، أنا جبت إيه؟ أنا جبت فيس. هو الراجل قال لي اسمه إيه؟ فيس إيه؟ فيس شيلد يا بقلوز، اسمه فيس شيلد، يعني واقي الوجه. بس برافو عليك يا بقلوز إنك عرفت الفيس شيلد، أنا مبسوطة منك خالص. نحمي نفسينا كويس عشان مش يجيلنا كورونا. بس ايه رأيك يا ماما نجوى في الشكل اللي انا جبته ده؟ انا رحت لقيت اشكال كتيرة ولقيت اطفال كتير عمالين ينقوا كل الشكل اللي هم بيحبوه. وشوفي حضرتك كمان انا جبت ايه؟ جبت ماسك عشان البسه تحت الفيس شيلد، وجبت كحول عشان كل شوية اعقم ايدي لما اجي اسلم على حد او اجي المس اي حاجة احط ايدي عليها. الله عليك يا بقلوز، بجد انا مبسوطه منك خالص. ايه الحاجات الحلوه اللي انت اتعلمتها دي؟ قول لي جبت ايه تاني يا بقلوز، وريني ووري اصحابنا الحلوين. جبت صابونه كمان يا ماما نجوى، لقيتهم كل شويه يقولوا لازم تغسلوا ايديكوا بالميه والصابون، لازم تغسلوا ايديكوا بالميه والصابون، ولقيتها رخيصه ارخص حاجه فقلت اجيبها. وكمان صابونه يا بقلوز، الله عليك يا بقلوز، انا مبسوطه جدا منك، عشان كده لازم تسمع اغنيه حلوه وكل اصحابي كمان يسمعوها، عشان انت شاطر وجايب حاجات جميله وبتوري اصحابنا كمان الحاجات الحلوه اللي انت جبتها. بس لسه في كلام كتير يا ماما نجوى عايزه اقوله لاصحابي وكل الولاد الحلوين اللي قاعدين بيتفرجوا عليا. استنى بس يا بقلوز، نسمع الأغنية الأول وبعد كده هخليك تقول كل الكلام اللي انت عايز تقوله. ايوه طبعا يا بقلوز، انت شاطر، وكمان عشان جبت الحاجات الحلوه اللي اصحابك يشوفوها عشان يجيبوا زيها قبل ما يروحوا المدرسه. يلا بقى قول لنا ايه الحاجات اللي انت عايز تقولها لكل اصحابنا اللي قاعدين بيسمعونا. ان لازم يا ماما نجوى يكون كل واحد يكون ليه الفيشيل بتاعه والماسك بتاعه، ما ينفعش نبدلهم مع حد من صحابنا ولا حد يلبس الفيشيل بتاع واحد صاحبه.
عشان محدش يتعدي من التاني يا ماما نجوى، ولازم نحمي نفسينا كويس. صح يا بؤلز، بس قولي بقى الحاجات الحلوة دي كلها انت عرفتها منين؟ انا شفت كل الاطفال يا ماما نجوى في الصين واليابان لابسين الفيس شيلد وبيعقموا ايديهم كويس قبل ما يروحوا المدرسة، وكمان واخدين بالهم وهم بيتعاملوا مع بعض جوه المدرسة. بس انا زعلان من حاجة يا ماما نجوى، ازاي لما نروح المدرسة مش هعرف اسلم على اصحابي واحضنهم وابوسهم؟ لا يا بؤلز ما ينفعش، لازم ناخد بالنا كويس من نفسينا ومن صحابنا علشان نقدر نحمي بعض ومحدش يجيله كورونا، وربنا يحمينا كلنا ويبعد عننا أي حاجة وحشة. ولازم يا بؤلز لما تروح المدرسة تسيب مسافة بينك وبين صحابك، ما تقعدوش جنب بعض قوي، وكمان لازم أي حد يعطس أو يكح يحط منديل على بقه ومش يلمس أي حاجة، ولازم نعقم إيدينا دايما بالكحول أو نغسل إيدينا بالمية والصابون. دي كلها حاجات طبيعية لازم نهتم بيها في حياتنا اليومية، مش لازم يكون في كورونا عشان ناخد بالنا منها. ولو خدنا بالنا من أكلنا كويس ونظافتنا عمرنا ما هيجيلنا كورونا ولا أي حاجة من الأمراض الوحشة دي. صح يا ماما نجوى، وانا هاخد بالي من كل الحاجات اللي اتعلمتها من حضرتك النهارده. برافو عليك يا بؤلز، ويلا نقول لكل اصحابنا الحلوين باي باي، وهتوحشونا قوي، وسنه حلوه عليكم كلكم باذن الله. وحضرتك هتوحشينا قوي يا ماما نجوى، باي كل اصحابي الحلوين. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة، واستنوا معايا حدوتة جديدة ومعلومة مفيدة من حدوتة جين. عشان توصل لكم كل الحواديت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك.